سؤالها بأنها فتاة تحمد الله بأنها مؤمنة، ولكن مشكلتها بأنها في أثناء أداء الصلاة تسهو وتقرأ في الجلوس والركوع الفاتحة وبعض السور، وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاة، فهل عليها شيء في ذلك؟ أفيدونا أتابكم الله. لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد هذه الشكوك وهذه الوساوس حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئنا فيها، يعلم ما يقول وما يفعل. ولهذا نهى النبي صلى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة حتى يعلم ما يقول، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط. كل هذا من أجل تحقيق حضور القلب والخشوع في الصلاة. ونصيحتي لهذه المرأة المصابة بهذا الداء أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحست بالوسوسة والهواجيز فلتكفل عن يسارها 3 مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من هذا المرض فإن ذلك ينفعها. وأما إن انسابت مع هذه الهواجيس والوساوس فإن الشيطان سوف يلعب عليها ويبقيها دائما في حيرة وقلق، حتى ربما تذهب الصلاة كلها وهي لا تدري ما تقول. بارك الله فيكم.